نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. العراق يحتل المرتبة 80 عالميا و7 عربيا بين أكثر الدول فقرا في 2021، ومسرور البرزاني يضع حجر الأساس لمشروع صوامع القمح في السليمانية. وواشنطن ترى أن طهران لا زالت غير ملتزمة بالشروط النووية، ومسرع 8 أشخاص بحادث تلفريك شمال إيطاليا، ومبيعات سيارات لكزس الهجينة تتعدى المليونين نسخة.